ولكن بعد ما شفنا نادي الزمالك والدوري ابو خمسه، برضه في حد شايف ان المشجع بخمسه. ما هو ده الحل الوحيد اللي يخلي، لا ما لو مش المشجع هينفع بخمسه بخمسة برضه احنا اكتر، كتير. فلا مش هتكفي. لا دي بقى انا اقول لك بقى 50 60، 50 دي 60 اقول صحيح. 50 طيب 60. فكره الشعبيه، شعبيه النادي الاهلي، لا يمكن، لا يمكن اي حد بالمنطق يقول ان الشعبيه موازيه. وفكره اصل انت عديت، مش هنتكلم عن حاجه احصائيه ولا مواقع عالميه ولا الكلام ده، هنتكلم عن استادات كان الجمهور بيعاكس فيها ارض الواقع، هنتكلم عن صفحات سوشيال ميديا وتواصل وغيره، النادي الاهلي ليه السياده فيه. مين حاول يغير ده؟ كابتن جمال عبد الحميد، اللي دايما في واحده من نوادره كان شايف ان موضوع الشعبيه لا يمكن حصره. نشوف كابتن جمال عبد الحميد قال ايه، وعندنا رد مفاجئ جدا. حضرتك بتسأل ساعات ان في ناس بتحاول تقلل من قيمة الزمالك وتقول ان شعبية الزمالك وان عدد جمهور الزمالك اقل، هل حضرتك ده بيزعلك في لما بتسمعه؟ لا برد برد بسيط جدا. يعني اي حد بيقول كده يقول انت عديت الجمهور، يعني دخلت شقه مثلا عديت هم سته او خمسه، كم واحد اهلاوي وكم واحد زملكاوي، ودخلت كل البيوت ودخلت كل الكافيهات ودخلت الشوارع ورحت القطارات ورحت عديت الاهلاويه بواحد واحد، مين اللي قال لك ان ده اكتر من دوت؟ النسبه كام؟ نقول مثلا 60 40 ماشي، 70 30 ماشي، 80 20 ماشي، 90 10 ماشي، عديتهم؟ عديتهم؟ ليه بتقول ده اكبر؟ لو شفت الاستاد في ماتش النادي الاهلي 80,000 90,000 100,000 120,000، شوف ماتشات مهمه النادي الزمالك بيبقى 90 80 120. كابتن جمال عبد الحميد سابه من كل المؤشرات التسويقيه على مستوى العالم ومشى بحته عدتهم، وقف في مترو عدتهم، وقف في الشارع عدتهم. يعني عارف المنطق ده لما تيجي تكلم واحد في اعداد النجوم تقدر بكذا فيقول لك عدتهم. لا في حد ده في نقطة كمان، لا ده في نقطة كمان، قال لك إيه؟ قال لك مباريات النادي الأهلي بيحضر 80 90 ألف متفرج، وبرضه في بعض مباريات لنادي الزمالك بيحضر 80 90 ألف متفرج. طب حضرتك ما بتفتكرش المباريات اللي بيكون فيها الأهلي والزمالك هما طرفي اللقاء، وبتشوف مين الجماهير اللي بتغطي المدرجات بيفط؟ موضوع اليفط حتى في المدرجات. لكن الكابتن جمال عبد الحميد سأل سؤال مهم جدا، قال انت عدتهم وبالفعل محتاج يعدهم، بس كان في واحد سنة 2009 دخل مش مترو بقى مدرسة وعد جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك. نطلع نشوف مين، نشوف الفيديو. فالموضوع بقى صعب جدا اللي احنا عملناه، والقاعدة العريضة من الجماهير اللي تعبنا فيها انا وابراهيم وحسني شحاته وفاروق جعفر وطه بصري وحمد امام وعلي خليل والناس ديت. امبارح دكتور عايز اقول لك حاجه، انا كنت اول امبارح في المدرسه بدعو كده الندوه مع الطلاب صغيرين في السن، فسالت مين اهلاوي، كان حوالي موجود في الاوضه 40 ولد. مين اهلاوي؟ حوالي 38 رفعوا ايديهم، ففضل اثنين. طب اقول مين زملكاوي؟ فواحد رفع والثاني ما رفعش. بقول له انت ما رفعتش ليه؟ قال لي انا زملكاوي بس مكسوف ارفع ايديا. يا نهار ابيض، تقيله دي يا كابتن جمال. وبعدين بص بقى 38 من 2 تقيله قوي كمان. الجيل طالع كله خلاص، واضح نادي الزمالك الجيل ده ناوي يخليه ينقرض. كده المشجع مش بخمسه ولا ب60. كده كابتن جمال عبد الحميد انت مش محتاج تنزل مدرسه دلوقتي، لان الاطفال اللي كانوا في 2009 زمانهم كبروا دلوقتي. بس وصلنا لقاعده مهمه جدا، ان المشجع ب19، المشجع للنادي الاهلي ب19. طبعا مع كامل تقديرنا للطفل اللي كان مكسوف يرفع ايده ويقول ان هو زملكاوي، بس كان ذكي جدا لان كان عارف ان في 38 مش هيسيبوه في حالهم مع انتصارات النادي الاهلي. اعتقد موضوع الشعبيه ده خدناه مع كابتن جمال عبد الحميد بشكل فكاهي، لان الموضوع مش ممكن ابدا ناخده في نطاق الجديه، لان الموضوع مفهوم تماما ان الشعبيه لصالح النادي الاهلي وبفارق شاسع عن كل الانديه. 39 لواحد مش 38. لا ما هم اثنين، واحد رفع ايده وواحد اتكسف، فاثنين مع 38 يبقى واحد ل 19.